مرحبا مشاهدي أنفاس بريس بمقر المعهد العالي للدراسات البحرية لتسليط الضوء على دور المعهد في تكوين الأطر البحرية. يعد المعهد العالي للدراسات البحرية المؤسسة الوحيدة للتكوين في مجال النقل البحري والموانئ واللوجيستيك بالمغرب، وهو أحد الأقطاب التكوين الأساسية الأربعة في إفريقيا، وله دور جد كبير في تكوين الأطر العليا المغربية المبحرة وكذلك الأطر المتواجدة في تسيير الموانئ والشؤون البحرية بالمملكة وكذلك على الصعيد الإفريقي. أنشئ المعهد سنة 1978 وله الآن حوالي 43 سنة من التواجد، وخرج أكثر من 4000 إطار من الأطر العليا البحرية، والتي حاليا تشكل الدعم الأساسي للقطاع البحري والمينائي بالمملكة. منذ سنة 2018 المعهد أنجز استراتيجية طموحة من أجل تطوير التكوين في المعهد، وهذه الاستراتيجية تعتمد على أهداف استراتيجية أربعة. من الأهداف الاستراتيجية المهمة هو تنويع التكوين البحري والمينائي وخلق شعب جديدة تستجيب لسوق الشغل وكذلك تستجيب للمتغيرات في الميدان المينائي والقطاع البحري بصفة عامة. في هذا الإطار وبعد دراسة مستفيضة لحاجية السوق وبتعاون وتفاهم مع مكونات القطاع البحري بالمملكة من جمعيات مهنية وإدارات مسؤولة عن الموانئ والشؤون البحرية، توصلنا إلى أن هناك خصاص كبير في الأطر المتوسطة والعليا في التدبير البحري والمينائي. وبهذا الخصوص اقتضت هذه الاستراتيجية، وهي استراتيجية التنويع، أننا نحدث عدد من الشعب، منها شعب الماستر ومنها كذلك شعب في الإجازة المهنية، وإن شاء الله في هذه السنة سيكون انطلاق برنامجين مهمين، وهو برنامج الإجازة المهنية في النقل البحري، والذي سنعطي انطلاقته ابتداء من ديسمبر 2020، وكذلك الماجستير في تدبير الشؤون البحرية، والذي سنعطي انطلاقته إن شاء الله في يناير 2021. كذلك هناك خصاص فيما يخص تدبير الشؤون البحرية، وكما تعلمون فإن انطلاقا من استراتيجية المينائية في أفق 2030، فإن المغرب توجه للاستفادة من الموارد البحرية الموجودة، ومنها خاصة عدم توفر المغرب على أوراش لإصلاح وصناعة السفن، وهناك الآن خطة طموحة من أجل إنشاء على أقل تقدير 2 من هذه الأوراش الكبيرة، 1 في الدار البيضاء والثاني في أكادير. ووقع السيد الوزير، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، سنة 2017 اتفاقية برنامج مع مكونات القطاع المينائي من أجل إحداث الشق المتعلق بالتكوين، وهو إحداث برنامج مهندسين لتكوين مهندسين في مجال صناعة السفن وفي مجال صناعة السفن. ولهذا فنحن هيئنا المعهد على أساس أنه ينطلق برنامج ديال المهندس في مجال
صناعة السفن ابتداء من 2021، وهذا البرنامج قد أخذ كل الموافقات من طرف وزارة التعليم العالي وكذلك من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وهو الآن في إطار التحضير على أساس أنه يفتح السنة الجاية يعني 2021 إن شاء الله. كذلك وبموازاة مع سلك المهندس، عندنا سلك الماجستير في تدبير الموانئ، في تدبير وتخطيط الموانئ، والذي نحن بصدد التهيئ له، ونتوقع إن شاء الله أن ينطلق في آخر 2021. هناك كذلك في مجال التكوين المستمر عدة شعب نحن بصدد التهيئ لها، وهذه الإجازة المهنية هي تدخل في إطار التكوين المستمر لأن مدتها سنة، وهي أساسا موجهة لتكوين أطر متوسطة من أجل تدبير النقل البحري في القطاع العام والقطاع الخاص. ولقد عملنا مع شركائنا في القطاع عدة دراسات أفضت إلى أن هذه الإجازة المهنية ستخدم القطاع البحري بشكل كبير إن شاء الله، وسينطلق الفوج الأول بحوالي 25 إلى 30 من المتدربين، على أساس أننا يعني نزيد من الأعداد مستقبلا في المستقبل القريب.